أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل مشاهدي قناة تن. أهلا بكم في أولى حلقات الموسم الأول من برنامج صحتك مع الدكتورة هبة يوسف. حابة في البداية أعرف حضراتكم على هدف البرنامج، لكن في البداية خلوني أقول لحضراتكم إن برنامج صحتك مع الدكتورة هبة يوسف هو البرنامج الطبي المتخصص الأول والوحيد على شاشة قناة تن. البرنامج هيتناول موضوعات متنوعة تهم صحتنا في المقام الأول وتهم جميع أفراد الأسرة المصرية. هنتكلم عن الصحة، عن التغذية السليمة، عن الرشاقة والجمال، وكمان هنتكلم عن الأمور المتعلقة بصحتنا النفسية. هنستضيف خبراء واستشاريين في جميع التخصصات الطبية. باختصار البرنامج هيكون أكبر منصة للرعاية الصحية والاستشارات الصحية في مصر. هنتكلم كمان عن الدواء والمنتجات الصحية وعن مبادرات الدولة للاهتمام بالصحة، وكمان هنتكلم عن السياحة العلاجية، وهننزل مع بعض نشوف الجديد في المستشفيات وفي المراكز الصحية المتخصصة والمنتجعات الاستشفائية اللي تقدر تقدم لنا خدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة وبمميزات تنافسية يمكن كمان مش هتبقى موجودة في أي دولة في العالم. وأكيد هيكون معانا فقرات كمان انترتيننج، فقرات ترفيهية، يعني هنخرج برا الصندوق من خلال تقديم بعض الفقرات اللايت اللي زي طبعا ما وضحنا من شوية إن صحتنا النفسية تعتبر أهم ركن في حياتنا، ولازم يكون طول الوقت في بالانس وفي توازن في جميع أمور حياتنا. يمكن حاليا كمان بنشوف ان كتير من خبراء الرعاية الصحية في العالم بيوصوا بأهمية الترفيه النفسي للمرضى، وبيكون كمان في بعض البريسكريبشنز مكتوب في الوصفة الطبية او في روشتة زي ما بنقول ضرورة الاهتمام بالعامل النفسي والترفيهي، لانه في كتير من الاحيان بيسرع من عملية الشفاء للمريض. فكمان مش هننسى ابدا اننا نقدم لحضراتكم روشته متوازنه من الفقرات المتنوعه اللي هتكون ان شاء الله ممتعه جدا للساده المشاهدين. كمان هنقدم فقره في الشهر لوصفه غذائيه صحيه ومتكامله. مهم جدا يبقى عندنا كونسبت الاكل الصحي والهيلثي لايف ستايل. دايما عارفين ان الهيلثي لايف ستايل ده اسلوب حياه، ده كونسبت عام لازم نعيش بيه، مش فترة مؤقتة وبنرجع تاني نلخبط في الأكل أو نرجع تاني نعيش حياة بدون ما نكون مدركين لأهم معايير جودة الأكل اللي بناكله، حساب السعرات. ده لايف ستايل لازم ما نطلعش براه خالص طول حياتنا. هنعرف إزاي ما نحرمش نفسنا من أكل معين ومن عناصر غذائية معينة، لكن في نفس الوقت نكون بناخد الأكل الصحي. إزاي نحافظ على المعادلة الصعبة إن إحنا الأكل بتاعنا يكون صحي وفي نفس الوقت يكون لذيذ ومنخفض السعرات علشان نقدر نخس ونحصل على الجسم المثالي وصحتنا ومناعتنا تكون في أفضل حالتها. إزاي نحافظ على تواجد العناصر الغذائية المتكاملة عشان نتجنب المشاكل الصحية زي السمنة وزيادة الوزن ومشاكل المعدة وغيرها من المشاكل المرتبطة بالتغذية الغير سليمة. وكمان هنعرف إزاي نعمل الأكل الهيلثي بمكونات بسيطة في البيت. ودلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع لموضوع حلقتنا النهاردة، حلقة مهمة جدا، استنونا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم من جديد ولسه مكملين حلقتنا النهاردة مع حضراتكم. هنفتح النهاردة ملف شائك جدا وهو ملف الأكل الصحي.
الحقيقة أنه مؤخراً موضوع الهيلثي فود بقى محط اهتمام أسر كتير جداً، وده لأسباب كتيرة، أولها طبعاً هو الحرص على الصحة والاهتمام باللايف ستايل. ومع الاهتمام ده بنلاقي أماكن كتير بدأت توفر لنا اللي بنطلبه من الأنواع المختلفة من الهيلثي فود. وهنا بقى الخطورة بتكمن في أن الأماكن دي في منها اللي فعلا بيتعامل بطريقة صحيحة في توفير المنتجات الصحية فعليا، ومتوفر فيها العناصر الغذائية السليمة وبتخضع لمعايير الجودة، وللأسف بيكون في أماكن تانية بتشتغل من غير ضمير وبيتناسوا الكوارث اللي ممكن تحصل بسبب منتجات مقلدة ومغشوشة. والحقيقة إن المنتجات دي بتكون سبب واضح للإصابة بالأمراض زي مثلا السرطان وأمراض أخرى، زي مثلا لو حد مريض ضغط ممكن إن هو بياخد مواد غذائية ما خضعتش للرقابة وما خضعتش بالفعل للتأكد من سلامتها وخلوها من بعض العناصر المعينة، ممكن المريض ده يدخل في كوارث ويدخل في ارتفاع في ضغط الدم ويدخل في أمراض السمنة، وده طبعا بينعكس بشكل أو بآخر على صحته، وده كمان بيهدد خطط الدولة في علاج الأمراض المختلفة والحد من الإصابات الجديدة. الأكل الهيلثي أو الصحي اللي يخلينا نثق فيه هو ترخيصه وخضوعه للرقابة ومطابقته للمعايير، غير كده ما نقدرش نثق أبدا ونقول إن الأكل ده هيلثي فود أو أكل صحي. لكن إنك تكتشف إن المنتج اللي بتشتريه تحت مسمى الهيلثي أو الكيتو أو الفيجيتيريان مثلا أو الأورجانيك زي ما كتير من الناس بتطلق على الهيلثي فود، لو اكتشفنا أنه ملوش ترخيص وبيتصنع في مصانع زي ما بنقول تحت بير السلم بعيدة كل البعد عن الرقابة، يبقى اللي بنقوله والواقع اللي احنا بنعيشه ده كارثة حقيقية، ولازم كل جهات الدولة تتحرك زي وزارة التموين وحماية المستهلك علشان تواجه النوعية دي من المنتجات. طيب ليه اخترنا ان ده يكون موضوع حلقتنا النهاردة؟ لاننا الحقيقة في البرنامج وخاصة بعد إذاعة البرومو مباشرة جالنا العديد من الشكاوي، وكان مضمونها ان بعض المواطنين سألوني بالتحديد عن منتجات متواجدة في سلسلة من السوبر ماركت الشهيرة، المفروض ان هي سوبر ماركت متخصصة في توفير المنتجات المفروض ان هي صحية، ولكن للأسف اتفاجئوا المواطنين ان هذه المنتجات غير مرخصة غير مسجلة في هيئة سلامة الغذاء او في وزارة الصحة. والمفاجأة ان هذه السلاسل من السوبر ماركت بتبيع براند معروف ومشهور زي شوكليت هيلثي سبريد. طبعا كلنا عارفين شوكليت هيلثي سبريد، الشوكليت البراند المصري الجديد اللي يمكن بينافس البراند الأجنبي المعروف، وكمان بيتميز عنه بأنه هو خالي من السكر وخالي من الزيوت، فهو هيلثي وآمن تماما للأطفال والكبار السن والجميع فئات المجتمع. ده غير ان هو منتج مسجل ومرخص ومعروف من زمان ان هو اول منتج شوكليت هيلثي توفرت في السوق المصري، وهو من انتاج شركة 3 كورنرز، ودي من اهم الشركات طبعا اللي بتتبع اعلى معايير الجودة في المنتجات الغذائية وفي الشوكليت الهيلثي. طيب الشكاوي اللي وردت لإدارة البرنامج بتقول انهم بعض المواطنين توجهوا لشراء برودكت هيلثي سبريد او الشوكولاتة الصحية اللي بنتكلم عنها من سلسلة السوبر ماركت الشهيرة، وللأسف وجدوا اختلاف في شكل العبوة الخارجية، لكن وجدوا نفس الاسم اللي متعودين عليه وهو هيلثي سبريد، وده طبعا لو صح هيكون في خطورة كبيرة جدا بتهدد صحة أولادنا وصحة أسرنا، لأن من الواضح كده إن دي شبهة تقليد للمنتج. وهنا بقى في أسئلة كتيرة جدا بتدور حوالين نوعية دي من الشكاوي، أولها مين من مصلحته يعمل كده، ومين الشركة اللي توجهت لتقليد هذا المنتج، ومين هدفه يقدم المنتج بالشكل ده انه يكون مشابه للمنتج البراند الأصلي، ومين يا ترى يتحمل فاتورة إزاء الناس في صحتها بمنتجات مغشوشة بتباع تحت مسمى منتجات هيلثي. وفعلا المشكلة الحقيقية ان دي كارثة بتهدد صحة أطفالنا وصحة أهلنا وصحة ولادنا كله، إلا التلاعب في الغش في الأغذية المجهولة المصدر،
والكارثة الأكبر إنك تلاقيها في ماركت مشهور وليه أكتر من فرع وبيبيع المنتجات الهيلسي فقط، يعني يا ريته بيبيع منتجات عادية أو سلع غذائية عادية، لا أنت بتغش في منتجات هيلسي تحت اسم هيلسي، وانت في نفس الوقت بتقدم كارثه وقنبله موقوته للمرضى وللناس اللي بتتارجت ان هو يبقى عايز يحاول يخلي اطفاله كلهم واسرته كلها عايشه على هيلثي لايف ستايل ويحميهم من مشاكل صحيه وسوء التغذيه. حقيقي يعني قد ايه بنشوف ان الموضوع ده لازم تتوجه فيه كافة جهات الدولة علشان تقدر انها تتأكد بنفسها من صحة هذه الشكاوي ومن صحة الموضوع، وطبعا مراعاة للشفافية ومن منطلق انه حق الرد مكفول للجميع، كان لازم نتواصل مع إدارة هذه السوبر ماركت الشهيرة اللي بتبيع البرودكتس واللي بعتولنا طبعا المواطنين الشكوى والاستغاثة من هذه السلاسل من السوبر ماركت عشان نعرف إيه الموضوع بالظبط ونضع الأمور في مكانها الطبيعي بكل حيادية أمام السادة المشاهدين. فريق الإعداد تواصل مع صفحة السوبر ماركت الشهير على الفيسبوك وطلب يتأكد من تسجيل المنتجات ونوع الشوكولات اللي عنده، وفعلا هل هذا البرودكت معروض عنده في السوبر ماركت ولا لا. وللأسف محدش رد على فريق الإعداد أول ما وجدوا إن الأسئلة بتدور في إطار هل تم تسجيل هذا المنتج أم لا وما هو رقم التسجيل في وزارة الصحة، ولكن كانوا مشغولين فقط إنهم يعرفوهم عن طرق بيع المستحضر وإزاي لو أنت عميل عايز تطلب المنتج نبعته لك، وبدون الدخول في تفاصيل تسجيل المنتج أو ما إلى ذلك. أتمنى يا باشمهندس محمد سرعة توضيح الأمر للسادة المشاهدين، وهل دي شائعات يعني بتطول طبعا سوبر ماركت الشهيرة المملوكة لحضرتك، ولا الأمر يعني محتاجين توضيح من حضرتك سريع علشان المواطنين اللي اشتكت، وكمان محتاجين نعرف هل المنتجات دي مسجلة ولا لا، هل المنتجات دي بيتم تصنيعها في مصانع معتمدة ومرخصة ولا لا. الحقيقة أسئلة كتير جدا، فلو حضرتك توضحها للسادة المواطنين. طيب حاليا كمان فيما يتعلق بالمنتجات الصحية أو المغشوشة أو المنتجات مجهولة المصدر، كان لازم كمان نتواصل مع الأستاذ ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين في القاهرة علشان نعرف منه كمان حقيقة ما يدور في السوق المصري حاليا. بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك ومستمعينك الكرام ومشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ ناصر، يعني احكي لنا عن جهود وزاره التموين في ضبط الاسواق ومواجهه البضائع والمنتجات الصحيه بالتحديد الموجوده في السوق المحلي حاليا. طبعا بعد صباح الخير ومشاهدينك الكرام، عايز اقول لحضرتك ممكن لم تدخر وزاره التموين جهودا في ضبط السلع مجهولة المصدر وغير المدفوع والمستندات. يمكن حضرتك وزي ما يعلموا وزي ما يعلم مشاهدينك الكرام ان في العديد من الجهات العديده اللي بيتم ضبط الاسواق من خلال التاكد من الفواتير الداله على مصدر تلك السلع. ايضا يمكن طبعا وجود طبعا السلع دي مدون عليها المنشا بتاعها والمصنع او المنتج بتاعها وبالتالي مكوناتها وبالتالي المكونات الداخله فيها. عايز اقول لحضرتك يمكن في العديد من الجهات العديده اللي بيتم تكثيف التواجد والرقابه على كافه السلع والانشطه التجاريه، ويمكن حضرتك يمكن من خلال موضوع الرقابه التموينيه ايضا في تحت الدمجه والموازين عندنا ايضا جهات حمايه المستهلك، هناك ايضا مباحث التموين، ايضا وزاره التموين والتجاره الداخليه، العديد من الجهات المعنية بتتم تكثيف التواجد الرقابي على الهيئات كافة السلع المنتجة والتأكد من مصدرها، وأيضا إذا كانت مستوردة لإفراج جمرك بتاعها وأيضا مصدرها الدولة الواردة منها، وبالتالي أيضا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية من عدمه. هناك العديد من الضوابط اللي بتمر بيها السلع منذ دخولها البلد حتى وصولها للمستهلك. عايز اقول لحضرتك طبعا بيتم سحب عينات، يمكن عندنا اداره الرقابه التجاريه والغش التجاري بمديريه تموين القاهره بيتم سحب عينات بصفه دوريه
من كافه السلع اللي بيتم ارسالها للمعامل المركزيه والتاكد من مكوناتها ومطابقتها للمواصفات، كده بنقدر نضمن للمستهلك المواطن المصري ان السلع اللي جايه منه ان شاء الله هتكون مطابقه ومعترف بها من شهاده منشاها او كمان مطابقتها للمواصفات القياسيه. هاي الأستاذ ناصر، ويمكن كمان زي ما حضرتك وضحت دلوقتي يعني نقدر نعتمد على مديرية تموين في القاهرة أو مديريات التموين الموجودة في المحافظات المختلفة كجهة بتختص بالتعامل مع الشكاوي يمكن منفردة أو يعني بتعمل هل بالتوازي مع مباحث التموين، ولا هي جهة أخرى أو نافذة أخرى يقدر المواطن يتوجه ليها وبتقوم بنفس الدور اللي ممكن تقوم به مباحث التموين؟ سؤال محترم وجيد جدا. اعتقد ان يمكن زي ما قلت لحضرتك ان كافه الاجهزه المعنيه في تنسيق وفي تكاتف ما بين الاجهزه المعنيه زي اداره المجازر والتفتيش على اللحوم اللي هو حضرتك الطب البيطري، عندنا المباحث التموين، عندنا الدمغه والموازين، مصلحه الدمغه والموازين للتاكد من العديد من الزكاة حتى الذهب اذا كان مدموج او من عدمه، عندنا في تكتفيدي برضه بتمر على المحطات، بتمر على كافه الموازين دي كلها موازين البسكوت، ايضا جهاز حمايه المستهلك وما له من دور كبير يمكن حضرتك بتعلمه مستهلكينك الكرام، ان يمكن جهاز حمايه المستهلك بيتم ارسال العديد من الشكاوي من فحص الشكاوي اللي بيتعرض ليها المواطن من خلال شراء سلعه اذا كانت غير مطابقه للمواصفات او اتلفت اثناء الضمان بتاعها او حصل عليه غش وخداع للمستهلك خلال الشراء، فبيتم التوجه لجهاز حمايه المستهلك. بالاضافه ان مديريه التموين والتجاره الداخليه ايضا بها اداره حمايه المستهلك، ايضا الرقابه التجاريه والغش التجاري بكافه انواع المحافظات، وبالتالي بيتم بتاكيد تواجد الرقابه او استقبال اي شكوى اذا كانت على موقع مجلس الوزراء او اذا كان شكاوى تليفونيه على الادارات او جهاز حمايه المستهلك او شكاوى مجلس الوزراء، وبالتالي بيتم الرد عليها ومتابعتها بشكل جيد او الجهات الرقابيه الرقابه الاداريه. كل هذه الشكاوي اللي بترد الينا من كافه الجهات المعنيه بيتم فحصها اولا باول والتاكد من مصداقيتها او من جديتها، واذا كانت مخالفه بيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالها، وبيتم طبعا احاله الموضوع للنيابه العامه لاتخاذ شؤونها ومصادره السلع نفسها اذا كانت غير صالحه للاستهلاك الادمي او غير مطابقه للمواصفات القياسيه. تمام يا فندم. طيب ايه هي اليات التعامل مع شكاوي المواطنين خاصة منافذ بيع المنتجات الهيلسي، وخاصة ده يمكن بيتناسب مع موضوع حلقتنا النهاردة، يعني إيه الإجراءات اللي بتتخذوها في مديرية التموين لضبط منافذ بيع المنتجات المغشوشة وغير المرخصة، وخاصة لو بتحمل مسمى المنتجات الصحية أو المنتجات السلع الغذائية الصحية أو الهيلسي فود؟ طيب عايز أقول لحضرتك في حالة شكاوى أي مواطن، يعني أنا برضو زي ما حضرتك بتأكد على الجهات المعنية بتمنى برضه يكون دور إيجابي للمواطن المصري في حالة حصوله على سلعة في مكان غير طبعا بيهتم بالصحة العامة إذا كان أدوية أو إذا كان سلعة غذائية. عايز أقول لحضرتك في يمكن يتم إرسال أي شكوى لمديريات التموين والتجارة الداخلية أو جهات حماية المستهلك أو جهات حماية طبعا المنافسة وأيضا مباحث التموين، كل هذه الشكاوى بيتم فحصها. يمكن حضرتك تعلمي زي ما حضرتك قلت الموضوع متعلق بالصحه العامه، طبعا اذا كانت ادويه بيتم اصطحاب اداره التفتيش الصيدلي من مديريه الصحه او بوزاره الصحه لمرافقه الحمله، او اذا كان لحوم او مشتقات من السلع الغذائيه زي اللحوم والدواجن وغيرها بيتم اصطحاب طبيب بيطري مرافق الحمله. ايضا هناك العديد من الجهات المعنيه المتكاتفه معنا لفحص هذه الشكاوى وبالتاكد من وجود ترخيص لهذه السلعه والتاكد من ان السلعه دي مطابقه للمواصفات القياسيه، وبيتم سحب منها عينات بصفه دوريه وارسالها للمعامل، وطبعا في حاله انها تكون غير مرخصه او لا تخضع للترخيص هنا في مصر او ان هي سلعه غذائيه غير صالحه او غير مطابقه للمواصفات بيتم طبعا بعد عرضها للمعامل المركزيه بيتم احاله الموضوع كليه للنيابه العامه وطبعا لاتخاذ شؤونها في هذا الامر. يعني كمان الامر مش بيقف عند ان حضراتكم بتتاكدوا من رقم تسجيل المنتج او ان هو مرخص او لا، لا حضراتكم بتبعتوا كمان عينه من المنتجات للمعامل لتحليل المنتج، لانه
وارد جدا يكون بالفعل في رقم تسجيل ولكن المنتج المتوفر في الأسواق غير مطابق للمواصفات، أو يكون تم التلاعب كمان بتسجيل رقم، يعني زي ما بنقول هما كاتبين رقم وخلاص، مقلدين رقم تسجيل، مقلدين اختراق تسجيل، في أوراق مزورة. يمكن كمان بعض المصانع للأسف اللي زي ما ذكرنا في بداية الحلقة تحت بير السلم وبتشتغل بعيدا عن الجهات الرقابية في الدولة، ممكن يكون مزور ورق تسجيل، مزور اختراق تسجيل. فخطوة هامة جدا من حضراتكم ان يتم ارسال عينة من المنتجات اللي بيتم يعني البحث عنها في الأسواق، ان هي يتم ارسالها للمعامل لتحليل المنتج والتأكد من المواصفات القياسية للمنتجات. بالظبط حضرتك زي ما تفضلت وقلت ان دايما احنا اول حاجه حضرتك، يمكن احنا زي ما نقول حضرتك في تكاتف وتناغم ما بين الاجهزه المعنيه. اذا كانت سلعه غذائيه بيتاكد طبعا في لجنه من الرقابه التجاريه واداره التفتيش الصحي، مفتش الصحه كمان بيتاكد بالنسبه لي طبعا الرقم الكود الموجود عليها اللي هو رقم التسجيل بتاعها، بيتم التاكد منه ومصداقيه هذا الرقم. ده بيرجع بعد عرض هذه السلعه اذا كان حاله وجود شكاوي طبعا للمعامل المركزيه وايضا او التفتيش الصيدلي او غيرها للتاكد من الرقم اللي مدون عليها، من خلال هل هي مطابقه للمواصفات القياسيه، هل هي تم ان هي طبعا العينه دي او السلعه دي نفسها طبعا تخضع لمطابقه للمواصفات الصحيه. كل هذه الجهات بيتم فحصها وبيتاكد من مصداقيتها من الجهه المعنيه او الجهه المعنيه. في حاله ان هو غش او خداع المستهلك بيتم طبعا مصادره السلعه كليه، ويمكن بيتصل الى غلق المكان كليه واعاده الموضوع لجهه حمايه المستهلك، وبيصل هذه الغرامات للسجن المشدد والغرامات والمصادره. طيب بخصوص يا استاذ ناصر، لو في بعض المحلات النهارده احنا بصدد مشكله وشكاوي كتيره جدا من مواطنين عن وجود منتج غير مرخص او مغشوش وبيحمل اسم علامه تجاريه معروفه وبيباع في سلسله سوبر ماركتس شهيره، ازاي نقدر فعلا نواجه مشكله زي دي ونوقف فعلا تسرب هذه البضائع والمنتجات للسوق؟ فياريت نفهم من حضرتك الشركات صاحبه البراند الاصلي تعمل ايه في حال ان هي اكتشفت ان المنتج بتاعها بيتقلد وموجود في سوبر ماركتس بتحمل اسم كبير وناس ممكن تكون بتثق فيها لانها انسبت لنفسها صفه ان هي بتبيع حاجات هيلثي بالتحديد، والحقيقه دي كارثه يعني حقيقيه. لكن حضرتك تنصح الشركه صاحبه البراند الاصلي تتوجه يعني اسرع طريق زي ما بنقول، اللي هيفحص الشكوى بمنتهى الدقه علشان نحمي المواطنين من خطر زي ده؟ طيب شكرا على سؤال حضرتك. اعتقد ان احنا عندنا في اداره مديريه التموين والتجاره الداخليه بمحافظه القاهره اداره الرقابه التجاريه والعلامات التجاريه، وبالتالي ان بيتم طبعا تقديم شكوى من خلال المستشار القانوني لهذه الشركه والتقدم لمديريه التموين والتجاره الداخليه لاداره الرقابه التجاريه او في احد المحافظات اللي هي موجوده فيها، وبالتالي مع عينتين، العينه الاصليه والعينه المقلده ومدى ملكيه هذه العلامه والتاكد من ان هو وكيل لها بشكل جيد رسمي يعني. طيب. من هنا بنقدر تتحرك طبعا مديريه، يمكن انا دايما الحالات اللي بيجيني زي كده في مديريه تموين القاهره طبعا بيجي المستشار القانوني او صاحب العلامه الاصليه، وبيتم طبعا سحب طبعا اخذ اقوال هذه الشركه، بالاضافه ان يكون عندنا الشكل اللي هو الاصلي والشكل المقلد لهذه الشركه، وبيتم ارسال هذه العينات والعلامات الى المعامل المركزيه لحضرتك زي ما قلت في البدايه للتاكد من ان هذه الاصليه وهذه المقلده، وبالتالي دي بتخضع لقانون الغش والمستهلك، وطبعا بتسع قيمتها للحبس والغرامات الكبيره وغلق المنشاه والمصادره كامله للسلع المقلده لهذه المنتج. أشكرك أستاذ ناصر. الحقيقة بنشكر أستاذ ناصر ثابت وكيل أول مديرية التموين بالقاهرة على التوضيح، وفي انتظار قيام كافة الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ كل إجراءاتها لمواجهة هذه الأمور بحزم.
الحقيقة زي ما اتكلمنا النهاردة في الحلقة عن أهمية الحفاظ على صحتنا، أهمية أن احنا طول الوقت نبقى عندنا وعي ذاتي بكل ما يتم تناوله من أغذية، من دواء، من منتجات صحية. يمكن كتير من الأحيان بشوف أنه بعض الأمهات في السوبر ماركت ما بتاخدش بالها من الحاجات اللي بتشتريها لولادها، أو الحاجات السلع الغذائية بالتحديد، وكأن كل الحاجات اللي في السوق مضمونة، وده للأسف مش حقيقي. المفروض ان احنا يكون عندنا وعي، وده يمكن كمان بناشد جهات الدولة، بناشد وزارة التموين، بناشد وزارة الصحة، بناشد مديريات التموين كمان بدورهم الحقيقة في انه لازم يبقى فيه حملات توعوية للمواطنين، ان ازاي نقدر انا كمواطن بسيط بنزل بعمل شوبينج، بشتري الأغذية لولادي في البيت، بشتري السلع الاستهلاكية، ازاي اقدر اتأكد من مأمونية هذه السلع، ازاي يعني ما اخدش المواضيع بسلامة نية، لان للأسف في كوارث، في كوارث حقيقية. الناس اللي بعتت لنا واللي خطبتنا وخطبت إدارة البرنامج يمكن نبهوني أنا شخصيا من السوبر ماركت دي، لأن إحنا بالطبيعي ممكن نثق في أي براند بينسب لنفسه أنه هو هيلسي، فخلاص أنا باخد الموضوع أنه هو مسلمات وبحسن نية، طالما هو كاتب أنه هو هيلسي يبقى هو أكيد هيلسي وأكيد مع الأوراق، فأنا هدخل أشتري أي برودكت من عنده وأمشي وأنا مطمنة. وده خطر كبير جدا جدا جدا، لأن لازم أتأكد بالفعل أن أصلا الفرع ده أو السوبر ماركت ده مرخص، وانه كمان يكون كل المنتجات اللي بتتباع او بتتوفر داخل السوبر ماركت ليها تسجيل في وزارة الصحة، ليها مطابقة للمواصفات الصحية والمواصفات والمعايير الأصلية. ما ناخدش المواضيع يا جماعة بسلامة نية، وخاصة فيما يتعلق بصحتنا وبسلامتنا وبصحة أولادنا. في نهاية حلقتنا بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وعلى موعد مع حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم كل يوم ثلاث الساعة 6، انتظرونا.